ماذا لو قام وقال يوم غد مثلا السيد مقتدى الصدر بإعلان أي يعني مظاهرة أو أي إعلان آخر؟ نعم، يعني ماذا سوف تفعل الحكومة العراقية؟ ما هو تحليلك لحد الآن أن فصائل المقاومة خارج إطار الحكومات هي التي بدأت تدخل الصراع، التي هي أذرع تقاتل؟ يعني الحوثيين أعلنوا رسميا دخولهم الحرب، حسن نصر الله حزب الله فاعلا في هذه الحرب، النجباء العراقيون أيضا محتمل أن يعلنوا خلال هذه الأيام. هل هذه مجسات نبض، بالونات اختبار يمكن بعدها أن تدخل الحكومات هي نفسها بهذه الحرب؟ هذه مقدمات لدخول عربية دول عربية وإسلامية في هذا النزاع، وكيف سيتطور؟ هل سيتشظى؟ أستاذ نجم، شوف، هي هاي المشكلة من بدت يعني الحرب في إسرائيل، ونتنياهو وعد ب يعني تدمير غزة ودعم أمريكا والغرب يعني مع إسرائيل وقطع الإمدادات الماء والغذاء، يعني جعل المجتمع العربي والإسلامي في حرج كبير أمام هذا المشهد المؤلم. حقيقة اليوم نمر في حالة قلقة جدا، وحالة يعني متشنجة أخ نجم. أحرج قادة الدول في المنطقة، وأنا أتكلم بكل صراحة، أنت تكلمت أن هناك فصائل، نعم يوم أمس أو اليوم أعتقد حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي صدر بيان بأنه يجب أنه إزالة القواعد العسكرية وإزالة الاحتلال العسكري من العراق، ومن ثم قبل ساعات يعني أصحاب الكهف ايضا كانت لديهم بيان يؤيدون قرار، يعني لو انت كنت اكرم الكعبي، لو انت كنت مسؤول عن القرار في العراق، تحت اي سقف قانوني او انساني بموجب الذي يجري ان تمنع هذه الفصائل من المشاركه؟ لان لديهم ما يقنع الاخر. يعني انا الحكومه العراقيه يعني هي تقول، وكذلك الشعب العراقي يعلم، والقادة والكتل السياسية والولايات المتحدة الأمريكية تعلم بأن هذه الفصائل ليست يعني لها علاقة بأخذ الأوامر من الحكومة أو من أي قادة من قادة الأحزاب، فهي تقول وتعلنها علنا، نحن لسنا مرتبطين بالحكومة، وهذا ما تفسره الحكومة العراقية بأننا لسنا مسؤولين عما تقوم به هذه الفصائل المسلحة. طيب، وأترك هؤلاء. نعم، يعني ماذا لو أستاذ نجم ماذا لو يوم يعني غدا، وأكبر فصيل معارض في العراق اليوم من هو؟ التيار الصدري، اللي هم الآن أقوى حركة في الشارع العراقي. ماذا لو قام وقال يوم غد مثلا السيد مقتدى الصدر بإعلان أي يعني مظاهرة أو أي إعلان آخر؟ نعم، يعني ماذا سوف تفعل الحكومة العراقية؟ ماذا سيكون موقفها؟ فهذه المشكلة، يعني العراق اليوم صحيح دولة وحكومة، يعني أنت تريد أن تقول يا سيد كاتو أن أمريكا تدرك أن قرار الفصائل هو ليس قرارا حكوميا، لكن التصريح الأخير قال أن أمريكا سترد. لا أستاذ نجم، لا مو هيك. نعم. لا أستاذ نجم عفوا، أمريكا تعرف وتعلم بأن الحكومة العراقية ليس لها سلطة على هؤلاء، وقرار الفصائل مستقل. هاي فهمته، هو أنا أبني سؤالي على هذا بالضبط، ولكن بالضبط. تصريح الخارجية الأمريكية بالضبط. والتصريحات العسكرية الأمريكية الأخيرة تقول أن الولايات المتحدة سترد في الزمان والمكان على كل الجهات الحكومية وغير الحكومية التي قامت بقصف المواقع الأمريكية. تصريح واضح، أنت حكومي مو حكومي أضرب. التصريح واضح، ولكن أصبحت هذه التصريحات لا يؤمن بها أحد،
لأنه فقط كلام وفقط تهديدات ولكن فعل لا يوجد فعل. طيب. وأعتقد أن الجميع يقرؤون كما تقرأ الولايات المتحدة الوضع في المنطقة، كذلك هذه الفصائل وهذه القوى وهذه الدول أيضا تقرأ يعني ردود فعل الولايات المتحدة. طيب. أو إسرائيل أو الحلفاء فيها. نعم.